عم احمد وافقني الكلام ده؟ ها؟ انا قبل في القدر ده. عم احمد بكاف المستمع. مستمع. انا من قبل ما نبدا كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله نبقى دايما كده ايام امن وامان ونرحب بالجميع ولما نيجي نبدا نرحب كل واحد فيكم بقامه كبيره والمجهود اللي موجود في المكان دوت اسماء كبيره واسماء ثقيله ومعانا الدكتوراه النهارده ابنائنا ومعانا مخترعين ومعانا منشدين ومعانا شعراء اول مره يقفوا على منصات لكن هنريح بقى عشان في 10 دقائق كده قبل ما نبدا ادوتنا نفصل دماغنا عن العالم كله كده ونروح مع عاشر الكمانجه الاستاذ محمد عبد الله. Thank you.